اخوان اسمحوا لي ما درتش ستوري هذا الصباح حيت كان واقع لي واحد المشكل ويلا تحل دابا. انا غادي نعاود لكم في ستوري الجاي وشوف دابا المشكل شنو هو. انه بسطامي توضر بسطامي في كل شيء، بقيت كنقلب ها كاع حوايجي جبدتهم الروي مساكن الناس اللي خدامين تحت دوك يقلبوا معايا كل شيء في الاخر فينا القلب بسطام نسى امين العوني في شكارته. ودابا ما فاش هضرت معاه قلت لي راه من 10 الصباح وانا كنقلب عافاك شوف فينا البسطام، قال لي صبر، قال لي ما هو راه عندي لقيته كنت نسيته، جي خذو ياك ياك انا خدام عندك بسطامي عيالك. الاخوان وصلت لي الدرجه بديت كنقلب على بسطامي هنا تيقوني وراه سي العوني كيتعامل بحال ما واقع والو. تيجي تيجي هو جاي عندي هو جاي صبروا ايه صبروا شنو هو هضر بادب هضر بادب لا تجي بسطامك صافي ياك لا 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 اقسم بالله والله ما رجلش الرويج ها نعرف كي يخرج عندي يسلم عليا. مالك مالك خايف اش يسلم عليا باي 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 لا تدخل هنا ما ضربكاش نقول لك والله. اشوف انا مسامحك حاجه وحده اجمع غير هذا الروينه صافي لا علاش الا سميتنيش حتعرفك الله يرحمك فهمتي شنو هي سبورتيف. شوف شوف سبورت يا لا باروش صافي احنا ايش جاب صاحبي شوف هو خان كيك والله يجي رجال بالله فين نحط هذا انت صونيتي لي ولا كي درتي خبرك كي درته بعدا ثانيه عرفت خالتي ولكن راه ما الحوايج راه ماشي بحال هكا نسى امين العوني في شكل مخير فيكم كان فان ديالي الاول فراسك كنتي فان ديالي نصيفط دابا هذا اش الاخوان بدا نهارك واحسن صباح النور في العالم اوه والو سلام. لا لا صراحه في هاد الدربه الاخوان كاين الزين اكتب على الله حرام كاين نساوني في البسطام. لا 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 ما نطلقش مع واحد السيد قال لي كتشبه لي لواحد الدري غليظ ما عرفتش شنو سميتو قلت لي الزبير قال لي سبحان الله كتشبه لي لي قلت لي انا ما تيقنيش راه والله حتى انا والله يا خويا الا فهمتي كنشوف نقولها لي راه قول انا اكبر غلط تقدر دير في حياتك هو انه تنسى راسك راك معروض وتمشي تعرق شاورما فاش تجي كتلقى هادشي. انا هاني كنسال انا جيت تاكل انا حمار انا حمار فين نزيد فين 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 ولكن ولا عرضنا حتى الشاورما كانت بنينه الصراحه.